صباح الخير، صاحية النهاردة نفسي آكل شكشوكة بالسجق، سهلة جدا جدا وبسيطة. تعالوا نحط الأول زيت زيتون في الطاسة، ونحط شوية إيه توم، فص توم كده أو فصين توم كده إيه متقطعين رفيع، ومعاهم كمان بصلاية صغنططة متقطعة هلالات. جميل، شوحوا شوحوا، وبس اوعوا تحرقوا التوم، خلي بالكم. المهم بعد ما نعمل كده هنحط في الفلايه خضره كبيره متقطعه مكعبات، وبرده نشوح نشوح نشوح، تمام. وبعد كده هنروح حاطين زعتر، وهنحط بابريكا. طبعا انتوا ممكن تحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها. طماطمايه بقى كبيره متقطعه مكعبات حلوه كده. وهنحط بقى دلوقتي السجق. السجق ده على فكره انا سلقته ربع سلقه قبل ما ابتدي، وقطعته مكعبات. معلقه صلصه صغنطوطه حطوها، شويه ميه، وبعدين قلبوا قلبوا قلبوا. ما تنسوش طبعا بقى هنا هتحطوا الملح والفلفل بتاعكم، ما تنسوش. وعايزين بقى المزيج ده يغلي شويه، هنغطيه ونسيبه. نرجع بعد شويه، بصوا في لسه سائل، لازم يكون في لسه سائل. ليه؟ عشان احنا هنفتح اربع فتحات وهنحط فيهم اربع بيضات. عايزين بقى البيض يستوي في السائل ده، اوعوا تنشفوه. ما تنسوش كمان تدوا لكل بيضه الملح والفلفل بتاعها، حلو، عشان يبقى كده طعمه حلو كده وغني. بصوا عليها كده وهي بتغلي، الله الله الله، فطار روعه روعه روعه، مش قادره احكي لكم. المهم بعد ما تبتدي تغلي كده اهو، واحنا ايه ظبطنا كل البهارات بتاعتها، هنوطي النار، خلي بالكم علشان تستوي بقى البيضات. ولازم نغطي عشان برضو البيض ايه يستوي صح، ويبقى مش ما يبقاش راني قوي. جميل، بصوا بقى منظرهم، هنفرغرفهم وهنزوقهم بقى. عايزين تحطوا لهم زعتر، عايزين تحطوا بقدونس، عايزين تحطوا كزبره، اللي يعجبك. والف هنا وشفا.